في العشاء ملي كيسير الاندلسي كنوض ندير شي اغنيه ديال الطراب لام كلثوم ولا عبد الحليم حافظ ولا جورج واسوف ولا هذا، وكنخلي لكم ولا كيكملها يا حمزه يا مغني اخر معنا، حيت كنكونوا حنا ثلاثه في العرس كنتحاموا. ودك تيغني معاك؟ لا حمزه كيدير كيبدا معايا العرس من الاول حتى الاخر، كيدير كل شيء. انا كنغني غير الشعبي في العرس. واخا الشرقي انا ما كرهتش. تعرف الاغنيه اللي غنيتي ديال المغياره اللي غنيتيها؟ عندي مرتي مغياره. عندك مرتك مغياره؟ اه مالها الاغنيه هذه؟ مالها ما كرهتش تعطيني هذا الاكستري بالشرقي؟ وي وي نحاول نحاول. حاول يلا. عندي مرتي مغياره ونبغيهاكم ايم، فيا دايره حالها قدام الجيران، ديما تنقر عليا فين كنتي قول ليا بلا ما تكذب عليا راك تربيتي ديا. كي جيتك؟ ولكن هذا الشرقي مدرج دراي، يقولوا لي شي راه درت شي حاجه. كاين كاين. سي سعيد، سي سعيد كنتي كدير مواويل؟ ايوا واحد الوقيته وانت دائما كتبدا الاغاني ديالك الالبوم بشي مواويل. وبعض المرات سمعت واحد المره واحد الموال ديالك غنيتيه وبحال هرب لك الصوت ولا مشى لك ولا اسمع اسمع عطينا. ويلي الناس ما يشيروش عليا بالحجر هنايا، ما يمكنش. لا هذه راه كاينه غير حنا عاودناها بزاف. سي سعيد كتعرف بان الفنانه بديعة الصنهاجي؟ اياه جات معنا، دازت معنا في البرنامج حتى هي وتحيه لها، وفاجاتني وفاجات الجمهور بانك انت خوها. وي ولكن بغيت نعرف علاش يعني انت ما عمرك ما قلتها في شي منبر اعلامي، وعلاش علاش كاين كنحسوا بان كاين واحد الجفاء؟ علاش؟ لا لا ما كاينش الجفاء، لان هذيك اختي وكان يعني صافي بليزير وجو سو فيغ باش تكون عندي اخت فنانه مغربيه وماشي غير بالعاني يعني قرات سبع سنين باش تعرف بان ما كاينش الجفاء. قرات سبع سنين ديال التياتر فرونسي وكبرت انا وياها، وخا هي انا وياها منى ماشي وحده، بنا واحد هي واختها سعيده اللي اختي، كنتشافوا وكنزورهم في الدار، ما كاينش هادشي كله ما كاينش. السبب اللي يخليني ما نقولش في احد المنابر اختي، ما عمر شي واحد سولني وانا ما يمكنش حتى جالس بحالكم معك تنقول لك واه عرفتي بادي عصناي والله حتى اختي ما يمكنش. ويلي راها اختي انا نبش عزيزه عليا. وملي بزاف بزاف المرات هيا الا سمعتني من هذا المنبر بزاف المرات كنلتجئ ليها، كنمشي عندها وخا هي صغر مني كتنصحني لان تبارك الله كخاك. كاينه. وتحيه مره اخرى للبديعه الصنهاجي. كاين واحد السيد سي سعيد بغى يهضر معاك، بغى يهضر معاك وبغى يسولك. واحد السيد عندك به واحد العلاقه، وحنا درنا ليه واحد الفلوطاج لوجهه باش ما نعرفوهش. مرحبا. دونك انت غادي تحاول من خلال دي زانديس غيعطيهم لك تقول لنا شكون هو هذا السيد. غنشوف نحاول. يلا نحاول. شوفوا. السلام عليكم سي سهاج، انا اليوم هنايا باش نطرح عليك بعض الاسئله اللي كتهم الذكريات ديالك ونشوف واش غتقدر تعرفني او لا. انا واحد الانسان طول منك واخا انا صغر منك. هو قال لك طول منك واخا هو صغر منك. شحال من واحد طول مني وراه صغر مني؟ بزاف. ولدي حمزه طول مني وراه صغر مني. ما يكونش ولدك؟ لا 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 بانوا لي ليبرا ماشي ديال ولدي. واخا يلا نشوف يلا نكمله. باقي ما عرفتينيش، نزيدك مازال. اول مره خدمتي في حفله شريتيها في قتله ليك والخوت. كنت كانوا الدار كان مات الله يرحمه جدي ومشاو جلسوا شي اربع ايام، وذاك النهار الرابع انا صغير ودرب في واحد الحفله وحنا بوحدنا صغار في الدار، وخرج خوتي باش ما نخاف عليهم انا اكبر منهم، خرجهم ديتهم معايا للحفله من الزهر ديالي. انا مشيت للحفله هما الدار جاو ما لقاوناش في الدار. غادي يكون شي واحد من خوتي يمكن. خوتك؟ نزيدك واحد مختاق. ما بانش لي شي واحد. باقي ما عرفتينيش، يلا عندي لك هذه هذه تقرب لك الحوايج. الوغ كنتي ملي كنتي صغير الا درتي شي مصيبه كتجلس في ان كوان كدير تاكل الدوار كترمش بعينك،
عاقله دابا غتقرب تعرفي. شكون هذا السيد هذا؟ خويا هذا. اسميتو؟ خالد. خالد. الشعر باش عرفتو الشعر. برافو عليك. الشعر. هذا خوك من الوالد ديالك. هذا خويا من الوالده ديالي. الوالده ديالك. هذا انا اكبر منه بعامين. بعامين؟ هو زايد في 70 وانا في 68. واخا سيدي السي خالد بغى يهضر معاك، تلاقينا صدفه وسجلنا مع هذا الفيديو وبغى يقول لك شي حاجه. شوف. سيلوي. ايوا سيدي عرفتيني ولا ما عرفتينيش؟ انا راه خوك خالد، كنقدم لك تحيه كبيره، وراك فنان كنعشقو انا، كنعشقو بزاف كاع خصوصا في الشعبي، لانك عندك طريقه سبيسيال كتغني بها. راني غير تلاقيت مع الناس وراه داروا معايا هذه اللقطه هذه باش زعما نقرب لك شويه الذكريات وهذا. كنحييك وكنحيي البرنامج وكنحيي الناس اللي كيسهروا على هذا البرنامج، و جو سويت بون كوراج في طافي. فوالا سي سي عرفته ولا ما عرفتوش معلم؟ سي سعيد نيوتن كتعرفوا كيقول لك انا اللي اكتشفت الجاذبيه، واينشتاين كيقول لك انا اللي اكتشفت النسبيه، وانت كتقول انا اللي اكتشفت الداوديه. لا ما اكتشفتش الداوديه، اكتشفت صوت جميل. صوت جميل. صوت جميل. قصه الداوديه تلاقيت بها في كنظن في 99 كتغني في واحد البلاصه، عجبني وجذبني داك الصوت، وقلت ليها غدا هاكي التليفون ونتلاقاو وغنديك عند المنتج ديالي غادي يكون الخير. مشيت عند المنتج السي عبد الكريم البعقوقي الله يذكره بخير، قلت ليه ما نكذبش عليك، واحد الفنانه واحد الصوت الا ما سجلتيهاش راه واحد النهار غتسجل غدير بوم. يعني ما تفلتش هذه المغنيه راه عجباتني غتوصل، هو كيثيق بيا. دونك مشى فعلا جات عندي ديتها سجلات يوم ولات لومينيش السيدي الاول ديال الراي، ومن تما هي غادا الله يكمل عليها، وبغيت لها غير الخير، وانا هادشي اللي درت ما درت شي حاجه فايتك. وكانت ما كتعرفش تغني ما غاديش نقول لها اجي. انت يمكن كان دازت معنا واحد الوقيته في برنامج وي بقى فيا الحال، بقى فيك الحال لان صراحه ما فيها والو انسان. انا الا شي واحد وقف معايا غادي نقولها باش نكبر في عيني الناس، غنبان كبير في عيني الناس الا اعترفت بواحد الحاجه. انا هادشي وكان ما انا ما بغيتش نوصل في هادشي لان عزيزه عليا، وبيا ولا بلا بيا راه كانت غتوصل، لان الله اللي وصلها ماشي انا. نشوف واحد التصريح ديالك لقيناه في الويب. مرحبا. شنو قلتي على الداوديه فاش داز معنا في برنامج؟ واخا انت في الحلقه ما سميتيش من برنامج. ماشي مشكل. نشوفوا الحوار مشكلة ديالك في واحد البرنامج. الواقع كنقولوا واخا سي سعيد، انت شنو رايك بصراحه، شنو رايك في اغنيه عطيني ساكي؟ انا قبيل واحد الضجه كبيره. انا قلت قبيل الا هي في الصالح ديال الفنانه. الفنانه ملي دارتها في الصالح ديالها، الا كاع الا ما كانش كيعرفها شي واحد راه دابا كيعرفها. انا ذكرت قبيله في الاول من الاحسن الانسان، هذا اللحن هذا خطير. لو تقال فيه كلام احسن زوين مزيان ما كاينش ماشي مشكل. المهم راه الفنانه معروفه والله يكمل عليها. انا ما نغنيش هذه الغنى. بغات تهضر معاك داوديه في اونلاين. مرحبا بها. جايبه شي فردي معاك اختي. سعيد خويا على بالك انا شانجيت النمره ديالي، حيت ما صدقتيش اخويا كاع ما صدقتي. واش انا اللي درت حاله في الرجاله كلشي غوت يا الغزاله تقول ليا ما تكياش ياك اخا سعيد؟ ياك يا دابا انا غبيه شي جيك مليح. يلا برا برا هذه اخر مره، يلا برا برا هذه اخر مره، ذبحتيني وقتلتيني وقالي برا برا، وذبحتيني وقتلتيني وهذه اخر مره. هذا
هذه فقط للمزحه وتحيه للفنانه زينه الدوديه. تحيه لجميع الفنانين في المغرب، وإلا قلنا شي حاجه في حقهم ولا شي حاجه، انا بعدا انا كبر منهم سنا وقبل منهم غنيت وهذا، راه ماشي يعني ما كنبغيهمش ولا بالعكس، انا غير الا قلت شي حاجه راه كان غير غير في الصالح ديالهم، راه كاع الفنانه كنبغيهم وتمنيت كلشي يكون، حنا ما كرهناش نكونوا فنان الشعبي ماشي على رؤوس العصابع بحال هادشي اللي كاين، ما كرهناش يكونوا الف، حيت راه كلنا خدامين الحمد لله، كاع اللي كيدخل للبيوت المغربيه راه غادي يكون معروف غادي يخدم مزيان، غير نكونوا متحدين، هذا هو اللي ناقصنا، ما شي ما كيسول في شي، الله يهدي ما خلق وصافي، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. الفنانه معرضينا سي سعيد الاشاعات بزاف كتعرف هذه القضيه، شنو هي اكبر اشاعه اثرت في سعيد سنهاج؟ اكبر اشاعه ماشي اثرت فيا، هو اني غير بكيت كاع، انا ناعس في داري حدا المدام والوالده كتعيط واش مات، قالوا ليها مات، وشويه جاو سرسروا في الانترفون، حتى ولات كريمه كتقول لي واش هو، قالوا لي انا با في داري، وما كيقول لها راه دارك سيده ومات، ما هي مره ما هي جوج، الموت بيد الله. هاد القضية كتأثر على لا كتبقى ولا شتي، انا غير ملي كيعيط لي شي واحد في التليفون الو وفين، حيت كاين هادشي وفين الموسخ، كيضرب في يدك يقول لي ما خاصكش تجاوب كاع على هاد ابيل بريفي، لا انا عرفتي كنبقى يومين وانا كناكل فض، علاش يقول لي موسخ؟ لا انا شويه واحد الضعف فيا ديال ما نبغيش، يقدر يعيط لك شي واحد يسبك في التليفون يسبني، كنبقى فيا الحال، كيبقى فيا الحال، كنمرض كنتعصب. سيرتو دابا لاكسي الهواتف ديال الفنانه ولا ساهل؟ لا أيوة. لا غير 4 الصباح خدوا لي ماشي مشكل، هذوك غير الناس اللي ما نعيرهمش. شنو الرساله اللي تقول لهاد الناس هادو؟ ويديوها في ريوسهم ديريكت من الاخر. اجي سمعت واحد القضيه، قال لك سمعت شي مره غنيتي في شي عرس وجريت عليك العروسه. كاينه ميته كاينه بالله. كيفاش هاد القضيه؟ هادي يا سيدي فهاديك في الوقيته ديال دوك التصاور اللي ورتيني في الاول، غنقول لك في 82 82 كانت خرجت واحد الاغنيه ديال نجوم بورغون مزيانه، كيقولوا فيها ومشيتي ما وليتي وناري، رانا داك العرس اللي حنا خدامين فيه العروسه جالسه بوحدها، هو العريس مالو نصاب دار لهم القالب وما جاش، ما حنا على الله كنغنيوها مشيتي تخرج خرج عليا جرات علينا انا والجروب. كتعرف واحد الفقره عندنا في البرنامج معروفه وعزيزه عليك هي فقره الهريسه الحار. نبداو معاك. مرحبا مرحبا. تاكل ولا ما تاكلش؟ وهو الحار كناكلو في الدار ضروري، انا عزيز عليا الحار مع الماكله، واني هنا محال ما نظنش، راه شي تيق بيا تيق بيا ما نظنش. محال؟ لا ما نظنش ما نظنش. سي سعيد وي 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 وي، هذا طاجين ديال الحار، هذا ماشي شويه الحار. بسم الله. انت سي سعيد بغيتي دير فيديو كليب وبغيتي تصوره وي، وبغيتي تختار شي بطله تمثل معاك وي، انا نعطيك 4 ديال الصور ديال الفنانات المغربيات واخا، قولي في نظرك شكون في هادو تقدر تقنعك انك تصور معايا الكليب؟ تصور معاك الكليب، شكون تختار في هاد الفنانات هادو؟ كاينه ماجدوني الادريسي، كاينه بشرى اهريش، امل اطرش، ولطيفة احرار. الزوينه فيهم نصور معاك كليب. اختار لنا وحده. الزوينه فيهم. واه ما يمكنش غتختار وحده. ضروري ضروري. أنا كتعجبني لطيفة أحرار لأنها ممثلة الشعب حتى هي. لطيفة أحرار. سي سعيد غادي نسولك واحد السؤال. تا هو فيه الحار. تا هو فيه الحار، ولكن هذا السؤال يقدر يجيك لا علاقة. ولكن بغيت نعرف منك أنت، لأن عزيزة عليك مرتك بزاف كريمة. أييه. غادي نفرض شي مرة جالس في الدار جاوك جوج تليفونات. تليفون ما عند مرتك بعدا هذيك ماشي كريمه، ما كاتبش عليها كريمه الكبيده، كاتب عليها سندريلا ديالي. سندري ماشي مشكل. المهم جاك تليفون ما عند كريمه اييه، وفي نفس الوقت تليفون من عند الوالده. كتعرف بان بعض المرات كيجيك تليفون دوبل ابيل كيجيك ماشي مشكل، شكون زعما غتجاوب الاول غتجاوب؟ وهي في الحقيقه كريمه كتعرفني عندي انا وامي، وهي من الادب ومن الصواب خصني نجاوب مي، غادي نجاوب مي.
ومني غنسالي من امي غنعيط للمدام ونقول لها اسمحي لي راه كنت في ابيل مع الوالده ديالي وانا معك الحبيبه امري. شوف كنحييك لانك انت من الفنان القلال اللي ما كلاوش هريسه. ها مشي ناكلوا في الدار على الغدا ديالك. صفيقات على سعيد الصناجي. بالنسبه لك على هذه القضيه سي سعيد كيعرف الجمهور فيك بزاف ملي كتكون كتغني كتكون عندك واحد الحركه بيدك كديرها هذه. اه وين هذيك راه ما عرفتش حتى قالوا لي الناس كنديرها في الاول والله ما كنتش عارف. ما كنتش ترد ليه البال. ما كنتش عارف حيت انا مع الجروب يا مات الجروب كنت كنضرب البندير. دابا ملي بقيت بلا بندير لقيت راسي كنديرها صافي ما كاين شي مشكل. واش بصح كتعرق من يد وحده؟ لا ويني هادي ماشي هادي. شنو واحد الصويره قلنا واش هنا؟ هذاك راه يمكن كان حدايا شي مجمر ولا شي حاجه. شوف شوف هادي عجباتني عجباتك ياك بلاتي ندور هي والله هي. سمعنا بانك انت مولوع بالتمثيل والامنيه ديالك انك تمثل. ما كرهتش انا لا الى شي نهار تفاجات بشي واحد مخرج وش حاجه عيط عليا قال لي تمثل غادي ناخذ الدور غنشوفو تيق بيا غادي ندوخو والله تيدوخ بالله. متاكد؟ متاكد من راسي. نقدروا نجربوك اليوم؟ لان الهبه كتعطى من عند الله وانا عارف راسي انا كل شيء كنضحك مع الناس باقي ما كيعرفنيش كيقول لي علاش انت ما درتيش التمثيل؟ وقلت لي كنقول لي علاش انت ماشي مخرج؟ معلم والمخرجين اللي كيشوفونا في هذه الحلقه فكروا سعيد الصناجي راه خطير. لا موت خطير كاع. الام ديال الخطير سي سعيد. هذه داري شنو هذه ديما ديما مات خطير سي سعيد. اليوم بغيت نجربك في التمثيل واش مستعد؟ لا مستعد. سير على الله. شوف غنلعب معك واحد الدور غتلعب معايا واحد الدور ديال مغني شعبي مشدود في كوميساريا. الله 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 ياك دوك خصك تكون خايف وخصك تكون كتقفقف. ما تورينيش خصني نكون. بلاتي بلاتي قول يا سميتك سعيد. سميت امك فاطمة. سميت باك عبد الرحمن. فين كنتي سامدي سوار مع 12 ديال النهار؟ كنت في الحمام خرجت من الحمام مشيت لبست حوايجي ومشيت عند الدراري القهوة نوجدوا باش نمشيو نخدموا. انت متهم بانك غنيتي مولاي الطاهر والعروسه جاها الحال وجات تجذب طاحت من العماريه. شنو كتقول في هذا الشيء؟ خلعتيني يا صاحبي صحابني مشدود على شي جريمه قتل ولا شي حاجه. شوف راه ما كنضحكوش هنا. كيفاش عروسه؟ انا بعدا ما غنيتش مع انا حتى الليل عاد مشيت للعرس اخويا شي واحد اخر هذاك كندوي معاك. راه ما كنغلطوش الله يرضي عليك. قلت لك غنيتي مع 12 ديال الليل والسيده طاحت من العماريه. اياه انا غنيت الشيف وزيدون. انت راه كتغني السواكن والسواكن جمع سكين فانت كتغني على السلاح الابيض. كنغني على السواكن الشريف الشيف والله ما غنيت شي حاجه من غير السواكن عادي والله القسم الشيف. كيفاش تبديتي النهار الاول تغني السواكن؟ جده كتحير وانا نتبلى. عندك شي صوابق؟ عندي. فين؟ صوابق عرس في باشكو وعرس في درب سلطان وعرس في درب غلف. شحال طيحتي من مرا في المسار ديالك؟ هما طاحوها بوحدهم. بوحدهم طاحوها الشاف. ما طيح حتى واحد الشاف. وانت ايضا عندك تهمة أخرى. أنت متهم بضرب كوامانجي. وسببتي لي عاهة مستديمة. لقيتو شافر الحركة ديالك. لقيتو شافر الغرامة. شفر؟ شان الغرامه. شنو الاسم ديالو؟ عبد النبي. عندك معاه شي حساب؟ لا لا والو. كيشفر لقيتو شافر الغرامه وانا نضربو بالكود. شنو الاقوال ديالك؟ والله ما درت حاجه الشاف. والله ما درت حاجه الشاف. الشاف زيد صافي صافي
ما قلتيش ليا زيد الشيف. غادي تسيني على الاقوال ديالك هنا. ونقرا الشيف. لا قسيني على الاقوال ديالك عاد اقرا. دابا عاد اقرا الاقوال ديالك. راه بصوت مرتفع. أشهد أن الموقع أسفل سعيد الصنالي أنني سأعتزل الغناء نهائيا وإلى الأبد ومباشرة بعد انتهاء تصوير حلقتي مع رجل ومقابل ذلك أن أدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم في حال ما إذا خلفت هذا العهد. ما نبقاش نغني نهائيا. واش ناكل أنا ولادي؟ كل بانيني. سعيد الصنعاجي. الورقة. واش ناكل أنا ولادي؟ زيد كتعرف ان عندنا واحد الصفحه ديال الفيسبوك اللي كيتواصلوا فيها لي فان مع النجوم اللي كيهضروا معنا. وي. وطبعا هاد لي فان كنعطيهم الحق انهم يسولوا اسئله مباشره للضيف. انت خصك تجاوب على الاسئله ديالهم في الصفحه الرسميه ديالنا اللي هي رشيد علالي فيغيفي اللي كيعرفها الجمهور. مرحبا. وغادي نخليك تشوف معنا الاسئله ديال الفيسبوك وتجاوب واحد بواحد. السؤال الاول. اوكي. من عند سيمو برجي. قال لك خويا رشيد سولوا على العروسه اللي جرت عليه من العرس ديالها قبل ما هذا السؤال سولناه فوالا. دونك السؤال الثاني ديال لو دري هذا شينوي كيسولك واقيلا. قال لك قول ليه شحال جمعتي في الكاشي اللي ضربتي في ليل لو 15 يعني غير مؤخرا. غير مؤخرا. وسوقه يخلص لي الضوء هو. نشوفوا السؤال الثالث طبعا في الصفحة دائما. هذا راه مصور معاك بعدا شتيه. السؤال الثالث قالت لك اسيدي فاتيز اس قالت لك واش باقي كتاخذ الرايب في المحلبة ديال الحاج فاتح؟ باقي كنمشي للحاج فاتح وناخذ الرايب والعصير وكل شيء. بصح كنتي كتمشي ليه؟ لا كنمشي حيت كنحضى الدار الأولى ديالي. سولتك أمال بناني قالت لك الصنهاجي أحسن مغني شعبي في المغرب سؤالي هو ممكن شي نهار سعيد يغني لون غير لون الشعبي وشكرا. بيان سير ممكن اي حاجه ممكنه في الموسيقى يعني الموسيقى كامله اي حاجه ممكنه. شنو اللون اللي تقدر تغني من غير الشعبي؟ نغني شرقي نغني خليجي نغني الراي ما كاينش مشكل. اذا هذه الاسئله اللي حصلت على اكبر عدد ديال الجيم وطرحناها عليك. شكرا لك وشكرا للشباب اللي كيتواصلوا معنا في الصفحه ديال فيسبوك. وصلنا للفقرة ديال الضيف المفاجأة. في نظرك شكون غيجي اليوم كضيف مفاجأة ديالك؟ ونقدر نقول يمكن ولدي حمزة. والمهم شوف حنا الضيف المفاجأة هي واحد السيدة اللي عندك بها علاقة وطبعا تقدر تكون ما شفتهاش تقريبا شي 10 سنين ولا 20 عام. ما شفتهاش 10 سنين؟ يمكن ولا 20 عام المهم. ونشوف. هاد السيدة اللي ما نحرقش مفاجأة ونخليك 10 سنين تصفيقات على كريمة. مرحبا مرحبا. مرحبا كريمة. وخليتها في الدار انا ياك. تبارك الله عليك. اذا كريمه هي الزوجه ديالك هي اللي غنيتي عليها. الله يرضي عليها. الله وغنيتي على ماماها امرضي نسيبته بزاف بزاف ياك. حتى هي كتبغي بزاف صراحه ياك. ما كيخاف من نسيبها؟ لا 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 بالعكس. بغيناك دابا انت اليوم حاضره معنا في الحلقه ديالو. شنو ممكن تقولي لنا على سعيد الصنهاجي كيفاش داير في الدار الجوانب الخفيه اللي ما كيعرفهاش الجمهور عليه؟ الاول بعدا هو انسان قلبه كبير وقلبه زوين بزاف. ما كيعرفش الحقد ما كيعرفش حق الناس واللي ما كيعرفوش الجمهور عليه داخل وسط ولادو الحياه الشخصيه ديالو هو انه انسان كيضحك بزاف. اما غير المغني انسان كوميدي كوميدي. وكيرا اليوم خشنا مع الجمهور تا هو ضحك معاه مزيان وليسونسيال القلب ديالو كبير بزاف. شنو انت تقول على كريمه اليوم؟ اليوم قدام عينيك يا كريمة ردوا نعمها ماما حاولي حاولي. كريمة يعني غنقول الله يكثر خيرها من واحد الناحية. شنو هي زعما باز ليها وصعيب فنان مرت الفنان صعيب عليها الحال صعيب عليها الحال بزاف
باش تكبر 20 عام والولاد والسفر طيارات وهزة الحمل يعني 70% بوحدها 30% انا راه غير كنعاون داكشي اللي كدير هي ما كنديرش منه انا حتى النص في تربيه الدراري الله يرضي عليها هذه الغن الله يرضي عليك رضا عليك اختي كريم الكلمات ديال الاغنيه اللي غنى عليك كريمه سمعت انت اللي كتبتي الكلمات لا قلت لي رمي عليا شوف وقول عليا لا لا ابدا بالعكس نهائيا بالعكس كنعرف انك انت كترافقي في مجموعه من الحفلات يعني خارج المغرب وداخل المغرب وعندك ايضا المسؤوليه ديال انك تقابلي الوليدات والاسره ديالك والبيت ديالك والخدمه ديالي والخدمه ديالك ايضا شنو الخدمه ديال كريمه؟ عندها صالون ديال الاستيتيك ديال العيالات داكشي علاش انت مبوكس؟ لا داكشي ديال العيالات ما ندخلش ليه انا انت ما تدخلش ما ندخل ليه ما نشوف المجراش فيه ما والو لا هذاك الشيء ديالها لان الروتين ضروري خاصه راه صعيب الحال قلت لك صعيب عليها الحال وما عليهاش ما عليهاش انت بديتي بدات معاك من الاول ديالك كما قلت بدات معايا ازيرو بيت مع الجيران ياك الحمد لله الحمد لله بيت مع الجيران بيت مع الجيران بشويه بشويه واحد العام العام ونص بحال هكاك واحد الدويره مع كارينا واتجاب الله الفرج ما دوزناش عامين ديال الزواج سهل الله ولينا بلابارتمون ديالنا وغادي الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد ربي عاوننا من الاول الحمد لله بارك الله شحال من عام ديال الزواج دابا؟ 21 21 عام وثلاث شهور حاسبه على عيد ميلاد ديال الزواج ديالكم امتى عيد ميلاد الزواج ديالكم؟ لو 6 فيفري لو 6 فيفري مغاربه كلكم معروضين لو 6 فيفري عند سناجي عيد ميلاد ديال الزواج ديالهم انا شريتها لك السي سعيد مرحبا بكم مرحبا بكم خدموا الكاسيت ودردكو تتشبعوا نهار عيد ميلاد ديال عرسي اختي كريمه تبارك الله عليك قبل ما تغادرينا ان دابا قريبه غتجي فقره ديال الصراحه وخصنا خاصني يعني نفرد به دونك قبل ما تمشي تقولي لنا شي كلمه اخيره للسي سعيد الصنهاجي والجمهور اللي كيبغيه هو طبعا ما عندي ما نقول ليه هو الله يعاونه الله يكمل عليه والله يخلي لوليداتو وشكرا بزاف هذا الجمهور اللي دير الخدمه الواعره ديالها بارك الله عليك تصفيقات على كريمه سي سعيد مشات عليك المراه وبقيتي بوحدك معايا دابا غادي ندوز معاك دابا حالا الفقره ديال الصراحه سعيد الصنهاجي الصراحه ديالك والعفويه ديالك كتخلق لك مشاكل بزاف بعض المرات في الميدان الفني خصوصا مع زملائك لان بعض المرات كتخرج في تصريحات اللي كتقدر تجرح البعض واش ما كتندمش على هذا الشيء؟ ندم الى قلت شي حاجه ما كايناش وانا ما كندمش لانني انا صريح حتى في راسي نقدر تسولني على شي حاجه خايبه غنقدر نقولها بعفويه لان ما كيهمنيش الا الصراحه ما عنديش مشكل وكاع الفنانه كنبغيهم الا شي حاجه ضراتني نقولها ما عنديش مشكل من بين الاشاعات اللي كيقول البعض ان الصنهاجي فاش كيكون فوق الخشبه كيكون في حاله غير طبيعيه والبعض كيقول تاهم صنهاجي بانه كيستعمل مخدرات وهو انا خصني نعطي مثال للفنان ما غنقولش الحقيقه هذه واني الكمال لله واحد الوقيته يمكن في الصغر ديالنا اما دابا انايا كنطلع للخشبه عادي مزيان بخير وعلى خير كنخدم كنأدي الواجب ديالي كنزل كنمشي عند وليداتي حتى حمزه ولدي كبر على داك باش ندير في راسي الضحك ما كاينش هادشي كاين بعض الناس كيقولوا بان سعيد الصنهاجي عنده مع الشعوذه وعنده مع هادشي ديال السادات و يعني وان قريت بعض التعليقات كتقول بان سولوا واش كيدير الحجابات وداك الشيء انا خرا شي تقلبني
الا لقيتي شي حجاب راه عندهم الحق. انا بوغوس بلا ما ندير القبول. انا مزيان كاين لا قبول لا والو، ما كنامنش بداك الشيء، كنامن بالله سبحانه وتعالى. شنو هي اكثر حاجه كتكرهها في الدنيا؟ هو النصب والنصابه. اخر مره بكى فيها سعيد؟ والله حتى بكيت شحال من خطره، بزاف كنبكي بزاف. انا اخر مره عاملين نجح ولدي في الباك بكيت بالفرحه. سعيد فكر في الاعتزال. انا واخا يبقى عندي انا باقي كنوكل وليداتي من هذه الحرفه غنبقى فيها حتى ما نبقاش نقد عليها ونعطيها اتساع. هاد الساعه باقي قال باقي ندك وندردك. سعيد صنهاجي. سي سعيد وصلنا لاخر مرحله في البرنامج، هي مرحله ديال التحدي. غنخليك تعرف انت والمشاهدين على التحدي ديالك حالا ونتلاقى. ونتلاقى هيا. سعيد الصنهاجي، كنعرفوا انك عندك مع الافلام ديال الويستان، داكشي علاش التحدي ديالك اليوم هو انك تطلع فوق هاد الثور الهيج وتغني بلا ما تطيح. ورد البال، الى طحتي اجام نوضك. با سعيد كما كتشوف جبنا لك الروديو حيت عرفنا انك انت عزيز عليك الافلام ديال الويسترن، فالدور ديالك ما يكون سهل لانك خصك تطلع وخصك تشد بيد وحده وتغني. سمعتي مزيان؟ خصك تغني، يعني ماشي غير تركب، خصك تبقى تغني وتحاول ما تطيحش. صافي كلينتي السوري، الا طحتي ثلاثه المرات بجوج دقائق خسرتي. الو خصك ما تطيحش. تصفيقات على سعيد الصنهاجي. تبارك الله. علي سعيد. وخصك تغني يا سي سعيد. ابويا الزين البنطر حنا ما تشارع وتسي بالسريه يا وليدي رما فيك ثلاثيه يا راسوني زوني يا ستوني تحليه انا جي ولاد حريز هما يعرفوه ما بيا ورتا يا سيد التاغي رما فيك ثلاثه هاي نفس الزين وغني يا سي سعيد غني. سير يلا السير كذا يلا. العنوى عز البلدان خرجوا منا قومنا الاول في الضمان تا سيدي حسن راه شكون اللي على يمانو. مزيان مزيان سيدي من عبد الله عطيتي بابك هنا يا بابا سوارد بيضا ولا بوي لا بابا على طيور الغابة شي حوامة يا بابا خلي من هو الله والغادي العنوى انا نوصيك زكاه للحجيس سيد العنوان يتكلم جدك زار جدودك يعني جدوا بيدك حرفوا ونحقوا اسمه ديو برافو عليك. بارك الله على السي سعيد. برافو عليك، شكرا لك، شكرا اللي حضرتي معنا. وعدنا لك واحد الكادو طبعا اللي كنعطيو لجميع الضيوف هو بورتري ديالك. ولا هذا زوين، هذا زوين. شكرا. حورا عزيز سعيد. شكرا. اجي معايا شي كلمه سي سعيد للجمهور المغربي اللي كيبغيك
قدام هذه الكاميرا. راي الجمهور الكريم، الله يحفظكم والله يخلي لكم ما عز عليكم، كما عزيتوا بيا وهزيتوا بيا ورديتوني من اشهر الفنانين في المغرب. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو.